السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. النهاردة هنعمل لكم اشكال السحاب بطرق مختلفة. اول حاجة عملنا سحاب، عملنا خط، وبعد كده عملنا قوس قوس قوس، تقريبا حوالي 2 4 6 اقواس زي ما انتم شايفين. هنعمل 6 زي ما انتم شايفين، وهنبدأ نعمل كل واحدة بشكل مختلف. اول حاجة هنعمل مع بعض عين، وهنعمل لها قوس من جوه وزي رموش وبق ودايرتين الخدود محمرة، وهنبدأ نعمل فيها شمس. زي ما انتوا شايفين طريقتها سهلة جدا وبسيطة. هنبدأ نعمل في التانية، هنعمل العين على شكل 8 مقلوبة وبق، وهنعمل الشرشرة بتاعة الرعد او البرق، وهنعمل التالتة برضو سهلة جدا زي ما انتوا شايفين، يدوبك العين. وبعد كده هنعمل فيها الوان الطيف، ودي هنعمل العين بالمقلوبة، وهنعمل كأنها بتمطر كأنها بتبكي، يعني شكلها حلو خالص ولذيذة برضو، طريقتها سهلة جدا. المطر بتاعها هو اللي نازل. ودلوقتي هنعمل رقم 4 زي ما انتوا شايفين، رياح، ودي هنعمل عينين بسيطة جدا، وهنعملها بتنزل تلج. بعد ما عملنا البق كده هنبدأ نعمل التلج، بنعمل زائد او ناقص، وجواها تاني بنعمل خطوط تانية. يلا نلون. هنسود العين، هنا الرموش نسيت اعملها، هعملها. هنبدأ الاول نسود العين من جوه اهم حاجة، وهنسيب حتة شوية اللي هي حتة مدورة كده صغننة، بتدي شكل حلو للعين. هنجيب اللون البينك ونعمل الخطوط بتاعتها اللي هي وردية، وهنبدأ نلون الشمس باللون الاصفر. طبعا احنا عملنا فيديو قبل كده للشمس، فهسيبه لكم ان شاء الله في الديسكريبشن او في صندوق الوصف، شوفوا طريقته ازاي سهله بالتفصيل، وطريقه التلوين كامله برضو شكلها حلو. هعمل الشعر بتاعها بالاورنج، وهحددها برضو بنفس الشكل، هدي تمويهة بسيطة كده باللون البرتقالي عشان تدي لون حلو. وهنبدأ نعمل المطر باللون اللبني او الازرق يعني، طريقة الرسم والتلوين بسيطة جدا، بس لو ركزتوا في التفاصيل هتلاقيها سهلة جدا. ياريت تعملوا معايا خطوات خطوة خطوة، واللي في حاجة فاتته يشوف الفيديو تاني، هتلاقي الدنيا سهلة. هجيب اللون الأزرق وهحدد السحابة من بره باللون الأزرق الفلماستر. طبعا هخلي بالي بالراحة في التلوين عشان ما اطلعش من بره. هجيب اللون الخشب وهبدأ أظلل حاجة بسيطة، زي ما انتوا شايفين انا بظلل حاجة بسيطة خالص يعني من جواها. واللي ما عمليش لايك ياريت يعملي لايك لو الفيديو عجبكم، ولسه ما اشتركش في القناة اول مرة يشوفني يعمل لي اشتراك. زي ما انتوا شايفين التظليل ازاي، حاجة بسيطة خالص، مش هلونها كلها، انا هلون زي ما انتوا شايفين كده بس. كده اكون خلصت اول واحدة خالص، هبدأ برضو دي احددها بالقلم الفلماستر. زي ما انتوا شايفين كلها حددتها بالفلماستر، وبعد كده هجيب اللون الخشب الازرق وبرضو هعمل نفس الطريقة، ازرق بس يكون فاتح مش غامق او لبني.
كده اكون خلصت المطر، وهبدأ دلوقتي اعمل اللي بعدها اللي هي عبارة عن برق ورعط، برضو حدد بالفلفل مستر زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبدأ اعمل بالخشب، طريقتها بسيطة جدا، لو اطفالنا عملوها معانا احنا برضو مسكنا ورقة وهم مسكوا ورقة معانا وعملنا مع بعض، شكلها حلو جدا، هتبقى حاجة مسلية ولذيذة وسهلة. هبدأ أعمل الشعاب باللون الأصفر، دلوقتي هعمل الرياح، هعملها باللون الخشب. أنا حددت كله بالفلفل المستر، وهعملهم بالخشب على طول تظليل. طبعا متعرفش الطريقة خلاص. كده خلصنا الرياح، ودلوقتي برضو عملت اللي بعدها اللي هي التلج. دلوقتي هعمل ألوان الطيف، برضو هظللها بالخشب. دلوقتي هبدأ أعمل اللي هي الألوان الطيف، هحاول أعمل بسرعة شوية عشان وقت الفيديو، بس طبعا انتوا في البيت اعملوا بالراحة عشان الألوان معاكم تطلع مظبوطة وحلوة. يعني عملت موف، وبعد كده أزرق، وبعد كده أخضر، وأورانج، بني، احمر. بص كده نكون خلصت رسمتنا، يا رب الرسمه بتاعتنا النهارده تكون عجبتكم، والفيديو يكون حلو وبسيط وسهل. وما تنسوش تعملوا لي لايك، واللي لسه ما عملش اشتراك في القناه يعمل اشتراك في القناه، وشوفوا لي في كومنتاتكم ايه نفسكم ارسم لكم ايه او اعمل ايه جديد في القناه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. يلا باي باي.